هاد الايامات نتاع وجده عندنا اقبال على هاد الشيء نتاع الناير. تقريبا كاع الفواكه الجافه، التمور، القرقاع، اللوز، الباكامز، فيزف، بيستاش، حلويات. ب 11 هاد النهار تاع الناير كيجي ب 11 جونفي، وتقريبا الناس كي قول من الاول حتى ل 20 على حسب الناس وقتاش كيجتمعوا كل عندهم الوقيته. بصح الحمد لله كان اقبال على هذا الشيء نتاع الناير على بزاف. عاده هذه نتاع وجده معروفه، كيجتمعوا فيه لا فامي، كيجتمعوا مع عيد كما نقولوا حنا عندنا في وجده عيد. هذا الشيء عيد امازيغي وخصوصا وجده، المنطقه الشرقيه وخصوصا وجده والجزائر، الجاره نتاعنا الجزائر حتى هما عندهم عيد امازيغي حتى هما. تما تقريبا بحالهم بحال وجده. علاش وجده كاينه؟ المهم احنا تقريبا غير واحد وجده والجزائر راهم غير واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.